ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. يلا بينا نبدا الوصفه الجميله بتاعتنا. خليني احط دي هنا ويلا بينا. عندي عرق رومي زي ما حضراتكم شايفين، الوزن اللي يناسبكم يناسب عدد افراد الاسره على حسب الحجم زي ما انتم عايزين. وخليني بس احط الروزماري هي بتاعتي دي هنا، معلش عشان دي مهمه جدا بالنسبه لي. الروزماري ده مزروع على فكره في البيت وعم الولاد مديهن، بصوا كده اهو. خليني بقى اقول ايه عندي. اولا عرق رومي، هنستعرض المقادير قدام حضراتكم دلوقتي. صدر رومي متربط زي ما انتم شايفين. عندي بصل مفروم، فلفل رومي احمر، عندي ثوم مفروم. احنا بنقول التتبيله دلوقتي وهنتكلم على البوكيه جرنيل اللي هيتحط تحت دلوقتي. عندي صلصه طماطم، وعندي عسل ابيض معلقه كبيره، عندي عصير ليمون، عندي نص كوبايه من عصير البرتقال، وعندي شرايح برتقال، وعندي صويا صوص، وعندي زيت زيتون، وعندي روزماري وزعتر. اهم حاجتين في الرومي الروزماري والزعتر. وعندي توم باودر وبصل باودر ورق لورا والسبع بهارات وملح وفلفل. هنتكلم بقى عن البوكيه جرنيه اللي احنا بنحطه تحت. انا هعمله رستو، انا مش هسلقه، انا مش هقعد احط فيه فصوص توم وهقول لكم ليه. انا هعمله بطريقه لطيفه وسريعه وفي نفس الوقت ترضي كل الاطراف. الناس اللي لسه اول مره تسويه ممكن تعمله في الكيس الحراري وهيبقى رائع. الناس اللي لسه متعوده عليه خلاص يبقى ان شاء الله الطريقه دي معاهم جميله. طيب عندي للبوكيه جرنيه معلقه كبيره من الصويا صوص، عندي جزر وكرفس وورق لورا، وعندي شرايح من الثوم، عندكم فلفل الوان عايزين تحطوه، هنستخدم الصوص ده وهناخد الخضار ده نقدمه معاه يبقى طعمه يجنن، وعندي شرايح ليمون، شرايح برتقال، حبهان، ورق لورا وزعتر، ولو في روزماري هنحط. طيب تعالوا كده ايه نبص. بصوا هنا الرز بدا هنا يتشرب. مين اللي فصل لي ده؟ ممكن اخنقه دلوقتي. طيب خلاص مش هخنقه عشان خاطرك انت، مش هخنقه. اوكي بصوا لسه شايفين هيبقى الريحه تجنن. كميه رز على فكره بيبقى رائع في العزومات، الرز اللي بالخضار ده في ناس كتير قوي بتحبه. ها مين اللي بيقول سامعاك من بعيد؟ بصوا كده هسيبه يتشرب بقى تاني وانا مع حضراتكم شغالين. خلاص طيب تعالوا بقى نسمي الله. انا عايزه اعمل تتبيله سريعه الاول في الخلاط. ليه بقى؟ عندكم طريقتين، عندكم انكم تكمروا العرق ده لمده يومين او من بالليل لتاني يوم لو هتستخدموه. هيتشرب ده. انا كل اللي بعمله اني بنغزه بس، لكن ما بحطش فيه توم. ليه ما بحطش فيه توم؟ لان العرق الرومي صدر الرومي مش زي الروستو، يعني مش زي اللحمه، مش زي التريبيانكو. التوم يفضل صحيح جواه، تيجوا تفتحوها تلاقوها التوميه زي ما هي، يا دوب شعار السوى لكن ماسكه صحيحه. في حاله واحده يدوب لو اتسلق. دي اول حاجه. تاني حاجه لو هنستخدمه في عرق اللحمه روستو في الفرن في التريبيانكو مثلا هيدوب وهيبقى روعه، وهتيجوا تقطعوه تلاقوه كده باين انه كان فيه توم بس مهروس بقى مشوي جواه بقى يجنن. فانا بقول عشان في ناس كتير بتحب تغرزه وتدخله الفرن هيبقى طالع مش مستوي بنسبه كبيره. ده بالنسبه للتوم اللي متغرز جوه الايه العرق اللي هيتعمل في الفرن. طيب انا مش هعمل حاجه غير اني هاخد الحاجات الحلوه دي وهروح عشان اعمل بيها تتبيله حلوه في الخلاط. عايزه بقى اسهل على نفسي. ماشي الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده التوم. عندي كمان شويه هنا من البصل، هاخد لي كده معلقتين كده حلوين، معلش، من البصل البيوري. وعندي معانا مدام منال، اهلا وسهلا. والحلاوه يعني كل حاجه جميله عليك. يا روح قلبي ربنا يسعد قلبك يا رب حبيبتي. النهارده الاكل الجميل ده والله احنا قلنا بقى نعمل حاجه عشان ايه يعني نهني اخواتنا وبرضه نبقى شاركناهم بحاجه حلوه. انا هم طيبين وانت طيبه وبصحه وعافيه. صحه وسلامه يا رب. حبيبتي امين يا رب. انا ممكن الرز ده اعمل جنبه السمك برضه يا سيف عظيمه؟ والله ينفع لانه فيه كاري. انا فعلا النهارده عامله سمك فبفكر في الرز كنت هعمله بالكاري بس عجبني قوي اللي بالخضار ده. جميل ومغذي، فرصه في الشتاء يدفي كمان. لا تسلم ايديكي، حلوه قوي النهارده. اعمليه وبالهنا والشفاء على قلبكم يا رب. حبيبه قلبي حبيبتي. ممكن اعمل اهداء صغير بس؟ طبعا ده حضرتك على راسنا، اتفضلي. هعمل اهداء بس بمناسبه عيد ميلاد اخويا المهندس شعبان. كل سنه هو طيب يا فندم. صحه ويبارك فيه. امين يا حبيبتي ويخليكم لبعض دايما. حبيبه قلبي وصباحك زي الفل. صباحك الهنا كله والسعد كله يا فندم. تسلمي لي يا مدام منال.
كل سنة وأخوكي طيب وأنتي طيبة، ويعني ربنا يديم المحبة بينكوا دايما يا رب. طيب هاخد كده عودين من الكرفس، مش بكتر انا احط في البوكيه جرنيه، بس انا بحب احطه. انا حطيت كل المكونات. ممكن يا ندى ننزل تاني المقادير اذا تكرمتي؟ يلا حبايبي، عشان اصدقائي يبقوا عارفين. بحط نص كده وبسيب حبه صغيرين بحطهم مع البوكيه جرنيه. هاخد شويه من الروزماري القمر ده هنا، بصوا فريش، طعم مختلف عن المجفف يا جماعه. اللي هيجيب الروزماري فريش هيحس بطعم تاني خالص. طيب اهو المقادير اهي. الروزماري ده عايز اقول لكم لما بيتغلي ويتشرب بيحسن المزاج جدا، وبيقوي المناعه جدا، وبيعالج الصداع يعني، وليه كمان بيعالج مشاكل الجهاز الهضمي، بيطول الشعر لو عملتوه ماسك للشعر. عارفين لو غليتوه مع الورق اللورا ومع القرنفل ادعوا لي، ولو حطيتوه جوه زيت الزيتون وتعاملتوا معاه في الاكل هيبقى روعه. حط معلقه او اتنين لانه مليان مضادات اكسده. بصوا كده ادي الخليط، حطيت العسل، حطيت عصير برتقال. قولي يا استاذ فضل، عصير الليمون. انا عايزه الكميه دي تبقى كميه على قد العرق عشان اكمره فيها. حلو الكلام، بسم الله. هنحط بقى رش، انا حطيت صويا بس هنحط ملح وفلفل، ونخلي بقى انا مش حاطه صويا كتير هنا. ممكن لما يكون في وصفه فيها عسل تستخدموا الايه الدارك صويا عادي، مش مشكله يعني، اللي هي الغامقه الدارك خلاص. لكن انا في العادي في العموم اي حد بيجيب في مطبخه لو في العموم يعني تستخدمه في وصفات متعدده، جيبوا اللي هي اللايت الخفيفه. معانا مدام سميره حبيبتي، اهلا وسهلا، اهلا بيكي. ايه يا حبايبي؟ تسلم ايدك يا حبيبتي على التتبيله الجميله دي. الله يخليكي. وعلى الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها لنا، وميرسي على كل حاجه عملتيها. يا حبيبتي تسلمي يا مدام، كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. طيبه يا حبيبتي، ميرسي خالص يا حبيبتي. كل سنه ومدام ثريا وام جوزيف وكل اصدقائنا في كل مكان. كل سنه واحنا كلنا طيبين يا حبيبتي. وانتم طيبين وبصحه وعافيه يا رب. ودايما كده يا حبيبتي منوره الشاشه. امين يا رب امين. بس عايزه اعمل معلش معايده طبعا لاختي. كل سنة وهو طيب. فادي، فادي سعد، كل سنة وانت طيب يا فادي. عمره قد ايه بس لحسن عكسه وبعدين يطلع موضوع. ده كبير ومتجوز. يبقى خلاص يا فادي، مش هقدر اعمل معاك حاجة اكتر من كده. ربنا يسعده يا فندم. ميرسي يا حبيبتي، وتسلم ايدك على كل حاجة. وميرسي للكاست كله يا حبيبتي. تسلم يا حبيبي القلب. والقناة الاهل الجميلة. الله يسعد قلبك في مدام سميرة. يا حبيبتي. في حفظ الله يا فندم، في حفظ الله. شرفتينا ونورتينا. تسلمي يا فندم. سعيدة يعني بإهداءات حضراتكم عن طريق البرنامج ده، بتسعدني جدا لأنه بحس إن أنا بشارككم فرحتكم، فدي حاجة جميلة بالنسبة لي وجميلة لأنه أنتوا حابين تشاركوني معاكم الحاجة دي. بصوا بقى، أنا حطيت جزر، وطبعا هحط البوكيه جرنيه الأساسي، الجزر والكرفس والبصل. أنا بقى بحب أضيف إيه؟ بحب وبقطع الجزر كبير كده. عارفين ليه؟ عشان ما يتهريش مني، لسبب، لان انا عايزه اقدم الخضار ده. عارفين الخضار ده بقى بينزل معاه صوص كده وميه مع العرق، بتخليه ناخد منه الصوص ده نعمل منه شويه بقى، اما بدمي جلاس باودر او نروح محمرين معلقه دقيق وناخد الصوص ده نحطه بعد ما نصفيه، وشويه كريمه ورشه ملح وفلفل وبهارات. يا نهار ابيض، قدمه بقى جنب العرق ده الصوص الجميل ده، هتتبسطوا بيه جدا. بصوا كده، وهاخد شويه هنا من الصويا صوص، لان انا بحاول اتبل الخضار. بديله رشه ملح وفلفل خفيفه، واحط له رشه زعتر، احط الاول شرايح البرتقال الجميله دي والليمون، وطبعا انا هحتاج الجريل. يعني خليني اطلع الجريل لسبب، لان انا عايزه اديله الاول صدمه بعد ما اتبله. فانا عايزه اعلي النار، ممكن انقل الرز ده هناك فتبقى النار تماما بالنسبه له، يعني بما انه بيستوي على نار هاديه. بسم الله، واخد هنا اعلي النار قوي عشان انا عايزه اصدمه، فعايزه اقفل مسامه. دي خطوه مهمه قوي تفرق كتير. هاخد العود الروزماري القمر ده، بيتي مزروع في البيت ده. بصوا كده، ودي ده الدمي جلاس اللي بقول لحضراتكم عليه، بيتباع اكياس في السوبر ماركت، وتلاقوا كل كيس عليه طريقه التحضير. ده اللي بيدي الطعم او الصوص اللي احنا بنشوفه، لكن نقدر نعمله احنا مانيوال في البيت. نعمله ويطلع روعه كمان. ده لو جاهز وانتوا عايزين حاجه جاهزه. بصوا التتبيله دي بجد هتدعوا لي عليها.
ويا سلام لو قعد فيها. وتعالوا بقى كده جربوه بعد ما تاكلوه وهو سخن، وتروحوا بقى اتبقى منه قطعه ولا حاجه وحطيتوها في الثلاجه وغلفتوه بالاسترتش وحطيتوه يسقع، وجيتوا تقطعوا منه شرايح وتحطوه في ساندوتشات مع شويه خس ومايونيز. انا مش هتكلم، انا عايزه حضراتكم انتوا اللي تقولوا لي ايه الاخبار. عايزه اقول لكم والله العرق ده لو استخدمناه كبديل للاجبان الشدر والحاجات الغاليه دي افيد للولاد واحسن ليهم واحسن لينا احنا، والسعر تقريبا مقارب. بصوا كده هناخد بقى هنا ايه، عندي شويه روزماري ده المجفف. بصوا الفرق في الطعم شاسع طبعا مش هنكر، عشان كده انا دايما لما بيبقى في عندي عروق او في عندي حاجه عايزه اعملها على اصولها او فخد مثلا في العيد او كده بستخدم الروزماري على طول، لان الروزماري كمان مع الضاني رائع، من الحاجات الرائعه مع طعم الضاني هو والثوم. هاخد كده شويه بقى ايه جزر كده عشان انا عايزه الصوص يبقى نازل حلو. وتعالوا بينا هناخد التتبيله الحلوه دي. عايزه بقى اخد ايه بايركس كده او طبق كبير. ايوه ممكن ايه، ممكن ده اعتقد ده كافي على العرق عشان نقدر نحطه فيه ونحط التتبيله. طبعا احنا في البيت مش هنعمل زي ما انا هعمل، احنا في البيت هنحطه بجد بشكل كامل في كيس ولازم ياخد وقته. هاخد بقى التتبيله القمر دي، بسم الله الرحمن الرحيم، عقبال ما الجريل ده يسخن. بسم الله. بصوا بقى وانا نغسته شويه، نغسته عشان تتخلخل اللحم طعمها وريحتها وتنفع للفراخ. لو عايزين تعملوها في فراخ رول هتبقى رائعه. معلش انا هلبس الجلافز، عايزه كده اعمل له مساج. بس احنا طبعا ايه هنكمره في كيس ونقفل عليه على قده بالظبط ونفضل نلعب فيه كده شويه بين كل شويه وتانيه كل ساعتين ولا حاجه عشان يتخلخل فيه الخليط القمر ده. اهو شايفين ازاي؟ يعني ده مهم جدا. وبعدين التتبيله دي مش هرميها، انا هاخدها واحطها مع التسويه بتاعه الخضار بتاعته. خلاص مش قادره اقول لحضراتكم على ريحتها عامله ازاي. خليني بقى ايه، عايزه اقول لكم الديك الرومي ده او الصدر ده مفيد جدا للجهاز العصبي. سخنها اكتر من كده شويه حقيقي. بصوا كده الرز بقى بدا يتشرب ازاي، شوفوا شويه الميه. تعالوا نشوف كده بالشوكه مع بعض. بصوا اهو شايفين اهو الريحه والطعم ان شاء الله. الله. ومعانا مدام سهير، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ربنا المشتاقين كل سنه وانتم طيبين حبيبتي. ربنا يبارك فيك يا فندم، شكرا لذوق حضرتك وبشكرك جدا على انك تلبي طلباتنا. يعني الله يخليك يا فندم، تأمري مدام سهير. تسلمي. العرق دوت يا شيف انا لازم انقعه قبلها بيوم؟ احسن عشان تاخدي طعم لحم رائع. يعني هيفرق وممكن 4 ساعات. انا بفكر في كده. 4 ساعات يجيب مع حضرتك نتيجه كويسه، بس نغذيه عشان تسهلي ان اللحم يدخل فيه زي ما انا عملت. طب والوقت التسويه بتاعته هتبقى ايه؟ هقول لحضرتك لو انا ممكن ياخد له بالكثير ساعه، 45 دقيقه 55 دقيقه على حسب حجم العرق. يعني ده عامل مثلا كيلو 300. خلاص. اخد مثلا ايه ساعه بالظبط. خلاص. وعملت ايه كمرته، هوري حضرتك كمرته. كمرته بورقه زبده وفويل، وقبل ما يتم التسويه النهائيه ما حسيت انه خلاص حطيت العصايه بتاعت الشيش طاووق ولقيتها ما بيطلعش ميه حواليه، عرفت انه خلاص لازم اشيله من الفرن. وشلته اديته بس مسحه من توبنج كده اداني اللون اللي حضرتك هتشوفيه دلوقتي، هنقطع منه حته مع بعض. وبعدين سبته تحت الشوايه 5 دقائق وطلعته وغطيته تاني لمده ربع ساعه قبل ما اقطعه عشان السوائل كلها ترجع فيه ويبقى طري مع حضرتك. لو سبتيه في الفرن تقولي عشان يفضل دافي هينشف. فهمتيني مدام سهير؟ خلاص ماشي. هو انا ان شاء الله باذن الله هنفذ ان شاء الله بالصح. ان شاء الله على خير يا فندم، صحه وهنا على قلب حضرتك. تسلم ايدك. تسلمي يا فندم، تسلمي حفظ الله. بصوا هقفل المسام اهم حاجه، وبرضه احنا بنربطه عشان ياخد الشكل الدوائر الحلوه اللي احنا عايزين يبقى واخد شكل الدايره. هاخد شويه بقى من التتبيله دي. بصوا هنا في طعم الخضار
وبعدين بقيه التتبيله هعمل فيها ايه؟ هجيب بوله هحط عليها بقى اللي انا كنت عايزه احطه، معلقه الصلصه الزياده، معلقه صويا صوص، رشه ملح وفلفل، معلقه زيت، ولو في معلقه عسل للتوبينج بس للشكل. انا هحط مكانها نقطه عصير برتقال. انا حطيت اوريدي العسل في التتبيله، وهقلب بقى ده وهاخد منها معلقتين من التتبيله دي وهديله على وشه وهو قبل ما ياخد انتوا مش ممكن ليه كده، نيتي ما كانتش نيتي سليمه والله، ما فيهاش حاجه وحشه، مش قصدي اذيه والله. مش هعمل له حاجه تانية يا استاذ فضل حاضر. بصوا كده اتاكد ان ايه انه تمام من كل النواحي كده. هاخد كده احطه هنا، هنشيل دي بقى خلاص. وهوريكم بقى هنكمره مع بعض، ندخله الفرن ان شاء الله اهو. ومعانا زينة. اهلا اهلا حبيبة قلبي، اخيرا اخدتي اجازة وكلمتيني اخيرا. اجازة بقى وكل يوم هكلم حضرتك يا نور عيني، ده شرف ليا يا روح قلبي اسمع صوتك الحلو ده. عاملة ايه يا روح قلبي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. والحمد لله خلصت امتحانات ولا لسه يا زينة؟ خلصت الحمد لله على خير يا نور عيني، عقبال بقيت اولادنا يا رب ان شاء الله. بساعد ماما في المطبخ. يا عمر قلبي انتي شطوره ما شاء الله عليكي، ربنا يحميكي ويحفظك يا رب ويخلي كل البنات الحلوين يا رب. شكرا. ايش هيك والاناقه دي؟ يا نهار ابيض، بس والله مش عارفه اقول لك ايه يا زينه، يعني عجبك الطقم؟ ايوه حضرتك اشيك واحده يا نور عينيا، ربنا يسعد قلبك يا حياتي انتي، ربنا يخليك حبيبة عمري انتي، ربنا يسعد قلبك يا زينة. اشوفك عروسة قد الدنيا واكون حاضرة فرحك، بس يا رب ما اكونش كبرت وعجزت بقى بعد السن. حبيبة عمري ربنا يسعد قلبك يا حبيبتي انتي واولادي كل البنات الحلوين ان شاء الله. امين يا عم. مش عايزة اي حاجة اعملها لك يا زينة؟ دي سلامة حضرتك. تسلمي لي يا عمري من كل شر يا حبيبة قلبي. بسلم على حضرتك. بحبك قوي، سلمي على مامي وبوسيها لي كتير كتير. حاضر. اتفقنا. فحفظ الله يا روحي. نحط بقى، بصوا احنا كمرناه ازاي، تعالوا بقى الحراره هنا على 180 مسخناه من قبل بثلث ساعه. هحط هنا. لو الفرن عند حضرتك هادي حطيه على 200، لو الفرن عند حضرتك مش سخن قوي حطيه على 200، هياخد الوقت على حسب ما قلنا الطبيعه بتاعته ازاي.